عبد اللطيف تاجر في المارشي سونترال ديال الدار البيضاء. غنجاوبك، قبل من الكورونا كانت عندي حياة تجارية، ومن بعد الكورونا ولات حياة أخرى تجارية. بصراحة الأمور تبدلت بزاف بزاف بزاف. الكورونا والانفلاسيون والمشاكل الاقتصادية اللي كاينة في العالم بأسره، ماشي غير في المغرب، مازال الناس الكبار تيهمهم هادشي ديال التاريخ المغرب، وتيتزادوا معاهم الشبان بمعنى الكلمة، اللي تيبغيو التاريخ ديال المغرب، تيبغيو ذاك المسائل اللي تتخص المغرب، وخصيصا الجرائد ولي كارت بوستال ديال المغرب، بزاف ديال الحوايج. كنت قريت واحد الكتاب على 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 الحياة ديال ليوتي، واكتشفت بأن علاش لي نون ميزيلمون ما تيدخلوش لي موسكي هنا في المغرب، وكانوا أقوال، وحتى أنا كنت نقبل ذاك الأقوال وهذه، حتى أنا فاش قريت في ذاك الكتاب بأن سي اون ديسيزيون ديال لو ماريشال ليوتي. مجمل الشيء كان الماريشال ليوتي ذاك الساعة واحد الوقت كان عيان، ومشات واحد اللجنة ديال العلماء ديال المغرب خصوصا من فاس باش يطلبوا يشوفوه، وما خرجين قالوا لذاك المساعد ديالو، قالوا له بان حنا غنمشيو نسيدو نطلبوا الله الشفاء وهذه وهذه. 15 يوم ولا شهر من بعد ليوتي برا، وكان تيتسرى في فاس، وداز قدام الجامع ديال مولاي ادريس، وذاك النائب ديالو قال له ذاك الساعة مازال جنرال، قال له جنرال خصك تدخل الجامع مولاي ادريس باش بوغ ميرسي ذاك الناس. قال لهم لا، انا اللي خديت القرار باش لي غير مسلمين ما يدخلوش، ما ندخلش انا. بقى تياكد عليه تياكد عليه، حتى واحد الوقت دخل داز رجل وحده قال له سا سوفي. تما تعلمت هذه القضيه، وتعلمت القضيه الثانيه سيكو غير احترام، سي اون ديسيزيون ديال لوتي بان اي مكان ما خصو يكون ما يكونش عالي على السمعه ديال الجامع. لا ليكتور ديال ليستوار دو ماروك سي تري تري انريشيسون، وبصراحه التاريخ اللي تنتعلموا في المدارس ولا في الكليات ولا شي حاجه حاجه، والتاريخ ديال الكتب حاجه اخرى. دي فوا يا اون كومبليمونتاريتي بارابور ا سا، مي دي فوا سي اون ديكوفيرت توتال. اي لي هيستوريان، البعض ماشي كلهم، لي هيستوريان ولا سو كي سو بريتوند كوم ايتون هيستوريان ماروكان، الله يهديهم اي بريش ا كوتي دو لا بلاك. لا لا لا، كتب، انا الكتاب عنده واحد 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 الريحه، واحد اكسترودينير، ما تلقاش في ريزو سوسيو ولا شي حاجه، نو نو سا ستيكتومون غين افواغ. اي وعندك ان بليزير كون تو اشيت ان ليفغ اونسيان، غاتسمح لي غنوريك واحد هذا. هذا الكتاب هذا في المثال يدات دو 1937 هذا يتخيت دو ماروك دو لالجيري و لا تونيزي في الوقت فاش كانوا سو بروتيكتور فرونسي. المغرب اللي كانوا الجزائر وتونس اللي كانوا سو بروتيكتور، مي لالجيري سيتي ان ديبارتمون. تكتشف شي مسائل اكسترا اوردينار، والتاريخ ديال المغرب تاريخ حلو بصراحة بمعنى الكلمة، تاريخ حلو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.